بالنسبه للوضعيات الفارغه هي وضعيه يعرفها الجميع، هي وضعيه التي يعيشها الفرق المراكشيه. وربما كنظن ان فريق نجم طنجره هو الفرق المراكشيه الوحيد اللي كيعيش هذا الوضع، نظرا لبعض الامور اللي كيعرفها الجميع. حنايا تقريبا باش نكون معك صريح، وحنا قررنا انه ابتداء من اليوم غنتكلموا بصراحه، لان حنا كاين جماهير اللي متابعانا وخصها تعرف وضعيه الفريق وتعرف الحقيقه. تقريبا الفريق اصبح ابتداء من هذا اللقاء هذا اللي جاي اصبح خارج المنافسه، انه لا يعقل ان تكون المنافسه بين فريقين او ثلاثه وفيهم واحد ما شادش الدعم والاخرى شاده الدعم، بدون ما نتكلم عنا وعندنا وثائق وعندنا دلائل وداكشي ما تهمناش، لان داكشي شغل السلطه ماشي شغلنا حنايا. غير هو لا يعقل، والناس تاع السلطه راه كيعرفوا هادشي وعارفين شكون شاد الدعم وشكون ما شادش الدعم. نجم طنجره عام صادم ما شاد درهم، فكيف يعقل انه هذا الفريق تحتل المرتبه الثانيه على بعد ثلاث نقاط من المتصدر، باقي 9 المباريات باش تسالي البطوله، يعني احنا في السباق وما عندنا حتى درهم. وعيينا بصراحه، عيينا بزاف، لانه الدراري كلهم ضحاو من جيوبهم، الساده اعضاء مكتب المسير، الناس اللي على برا الغيورين، ولكن كلشي عيا لان الحمل ثقيل. وتنعرفوا الفريق تيكون في المنافسه نوعيه الصير اللي تيكون عنده والمصاريف ماشي هي مع المصاريف عند الفرق كتنشط البطوله. راه عندنا صاليرات تاع لاعبين، عندنا صاليرات تاع الاطر، عندنا منح تاع التعاقدات، عندنا منح تاع المباريات. اش غادي نقول لك؟ امور كثيره 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 كثيره، لولا انه بعض الغيورين وعلى راسهم صراحة خصنا نشكره السيد اسماعيل برهومي رئيس مجلس الجماعي جماعة حربي، اللي صراحة تكلف من ماله الخاص هذه واحد 8 مقابلات 8 الانتصارات، ولكن صراحة تا هو عيا، كل شيء عيا، كثير كثيرة مصاريف كثيرة، بالتالي هذا الشيء ما يمكنش نبقاو في المنافسة إلا بالمنحة ديالنا. حنا عندنا اتفاقية شراكة مع المجلس، و المجلس بقات لنا فيه هذه المنحة ديال الخرف اتفاقية شراكة تاع 3 سنوات. نجم طنجره ما جاش من فراغ أستاذ، نجم طنجره هو عبارة عن قاطرة ديال التنمية في طنجره. هناك برنامج إقلاع اللي كتعرفوا مدينة طنجره واللي فيه مختلف الفئات ومختلف سميتو. نجم طنجره تكلف خط على اعتقاء انها تكون احد العربات ديال هذا القطار، وكنظن اننا حقنا الكثير، انه فريق تاسس 6 سنوات وصبح عنده صيت راه ماشي بسهوله، وقدمنا الكثير لمدينه طنجره. راه كاينه ناس اللي جات لتحقات سكنات في مدينه طنجره بسببنا حنايا. بهذه العباره كنقول لك، بهذه العباره حنا ساهمنا في التنميه تاع طنجره. حنا كنمشيو نلعبو في مدن اخرى وكيقعدو حدانا ناس كيسمعونا مسيرين تاع نجم طنجره، كيجيو يقعدو حدانا وكيسولونا بهذا الصريح عباره كي دايره طنجره. كنشكرو لهم المدينه، وشحال من واحد حنا خدينا نمره التليفون ديالو وجا عندنا لطنجره وشرا السكن وسكن في طنجره، صافي دير اننا حنا ساهمنا في تنميه مدينه طنجره. اليوم حنا على بعد خطوه من تحقيق حلم تاع مدينه باكماله، الحلم ربما انه غيتحول كابوس، لانه بعد ما ضربنا اكثر من نصف في البطوله وحنا في المنافسه الان، مكتب المسير كله من الرئيس حتى الاصغر مستشار عندنا كله بغى يحط يده. هذا هو الواقع، وتنتاسفوا وشكرا لكم.